بهالمكان قبل 3 سنين. قلت اعلن، عفوا، اعلن مجلس الامه ان الاولويه الاولى له حل القضيه الاسكانيه، وانهم راح يوزعون 12,000 وحده سكني و12,000 وحده سكنيه بسنه، وانها راح تنحل القضيه الاسكانيه. وقال لا تسمعون اللي يسووا لكم احباطات، ماشي احنا ناس نحبط. قلت لهم مو الغلط، قلت لهم مو الغلط انكم توزعون 12,000 وحده، لكن راح تكون على المخطط. قال لازم ابو احمد. قلت لهم مو هذا الحل، ولا يمكن الحل يكون من خلال التوزيع على المخطط. لكن كل اللي صار حتى تاريخ اليوم ان المواطن الكويتي ما زال يسكن على المخطط. ما زالت البيروقراطية هي من تقتل حلم المواطن الكويتي ان يسكن بيته. ينتظر اكثر من 20 سنة حتى يستلم ارض او بيت. وما زالت الطلبات للأسف توزع على الورق. ويا ما قلت ان التوزيع على المخطط ما راح يحل المشكلة الإسكانية، كلها ابر بنج بنج. اللي بيقوله ان المواطن رضى بالهم والهم ما رضى فيه. وهم المواطن اليوم كبير، مو عملية انتظار، قضية انتظار البيت العمر، لا، ارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق، أسعار نار. المصيبة الكبرى وين؟ أصحاب العمارات، تعرفون إنهم ما يأجرون حق كويتي، خاصة اللي عنده عائلة. أول ما يوصل الكويتي هذا المواطن اللي بيسكن، قالك أخذ شقة تكون 3 غرف ومطبخ، يعني تمشي الحال لما يطلع لي البيت. يروح حق الحارس، السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي، في عندكم شقق فاضية؟ معظم عمارات الكويت شقق فاضية. يقول إيه عندنا شقق. يروح يشوفه يستانس، ممتاز، سعرها مقبول، 400-450. يقول أبي شقة. يقول كويتي؟ قال أكيد. يقول له والله ما أقدر أجر لك شقة. يقول له ليش ما تأجر لي شقة؟ فيني شيء؟ يقول والله صاحب العمارة الكويتي ما يبي أجر حق الكويتيين. ليش؟ أصحاب مشاكل. أنا صاحب عائلة. قال ما نأجر لك. للأسف. وين تبون يسكن؟ راح رضى بالهم وبيروح ياخذ من 700 و800 و1000. يروح حق صاحب الفيلا اللي بيأجر دور هناك، يقول له صاحب البيت معاريس شايب؟ يقول له انت معاريس؟ يقول له لا والله صاحب عائلة. يقول له ما أجر لك بصراحة، ما بالدوخة، العائلة تخرب البيت. وين يروح المواطن؟ ممكن تقولوا لي وين يقدر يسكن المواطن؟ الكل للأسف يشتكي من قضية الإسكانية وارتفاع قيمة الأجار والأجارات. احنا بلد خير، لكن للأسف لا اليوم هذا لا نملك رؤية لحل القضية الإسكانية اللي اعتبرها مجلس الأمة أولوية الأولى. الحل بسيط، كل الأراضي اللي تملكها الحكومة تعطيها شركات عالمية تبني البنية التحتية، خلال 3-4 سنوات نوزع ونقضي على أكثر من نصف الطلبات، ويسكن المواطن ويتحقق حلمه. لأن لا يمكن شراء الأراضي أو أني أمتلك أرض في الكويت إلا عن طريق الحكومة وعن طريق الرعاية السكنية. لأن اليوم إذا حب يشتري أرض، أقل أرض اليوم نتكلم من 300 و350 و400 ونص مليون دينار كويتي، 400 متر. 400 متر اليوم أقل عقار فيها 300,000 دينار. كم كويتي عنده 300,000 دينار؟ لذلك الحل انه ينتظر 20 و25 سنة. العقار بالكويت صار نار، حبك نار فعلا. في بعض المرات يباع للمواطن الاحلام، ويا كثر موعده والمواطن يحلون له القضيه الاسكانيه. من المجالس السابقه الكل يقول للمواطن راح نحل القضيه الاسكانيه، اولويتنا القضيه الاسكانيه، وما في شيء ينحل. وانا ياما تحديت الحكومه، قلت بالطريقه اللي قاعد تمشون فيها ما راح تنحل القضيه الاسكانيه بسبب البيروقراطيه والنظره الضيقه. اليوم تعود من جديد ماساه القضيه الاسكانيه، حلم كل اسره كويتيه بيت او شقه. المصيبه ان الطلبات اليوم، وهذا ما نبهت عليه وطقيت الجرس، اليوم نتكلم عن وجود 130,000 طلب
130 ألف أسرة كويتية تنتظر بيت العمر في بلد غني. هذا الدليل واضح أن الحكومة ما قدرت ولا قلعت الرعاية السكنية لتحل مشكلة القضية الإسكانية، عبارة عن اجتهادات لكن ما قدرت تحل القضية اللي لو ترجعون لكل الإعلام من الستينات لليوم يتكلمون على القضية الإسكانية وما انحلت القضية الإسكانية. وعد المواطن بتنمية حقيقية، وعد المواطن أن الكويت راح تصير بخير وأحلى وتنحل الكثير من الأمور، لكن مرة ثلاث سنين ما زلنا نحلم بتنمية اقتصادية وبرؤية اقتصادية وبتطوير الجزر وفزع لمحاربة الفساد الإداري، لكن الواقع أنها كلها أحلام ووعود ومؤتمرات وبيع كلام. عورت قلبكم صح، بس هذا الواقع. فاصل وارجع لكم.